انطلقت بالقاهرة أعمال الاجتماع الدوري التاسع لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي. رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الملحة، وجاء في مقدمتها مناقشة خطة عمل المرصد لتبني العقد العربي لحقوق الإنسان 2023-2033، هذا بالإضافة إلى التحضير للمؤتمر السنوي الأول لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي بالتعاون مع مجلس النواب المصري، واعتماد محاور التقرير السنوي الأول لحالة حقوق الإنسان في العالم العربي. يواصل المرصد متابعة جرائم وانتهاكات المحتل الإسرائيلي المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، وآخرها الجريمة النكراء المستمرة في مدينة جنين، والتي تكشف الوجه القبيح لانتهاكات حقوق الإنسان في الممارسات الإجرامية التي تقوم بها سلطة الاحتلال ومخططاتها الاستيطانية، محاولاتها تهويد مدينة القدس المحتلة وجرائمها المتكررة ضد المدنيين، ما هي إلا تجسيد حقيقي لخرق كافة القوانين والأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان. ونطالب المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة وعلى رأسها الحياة الكريمة، الحياة الحرة الكريمة في دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومعاهدة السلام العربية.